مايك سيريو في باق. هلا رجعنا من بعد الاعلان ومتابعين للاخر، وهلا اخر انجاز. اخر انجاز فكره برعايه بنك اوف بيروت، عرفتنا على اكثر من 20 منجزين من لبنان، نرجع نتذكرهم بهالشريط. الفكره هي لها تقريبا شي سنه، هو عمل في ناحيه مسؤوليه اجتماعيه شباب، لانه اذا ما في شباب ما في مستقبل. سمبل. بلشت شيء كثير بسيط يعني، بس خرز وهيك، يعني كنت غير فيهم شوي. لارا مين بيساعدك بهالشيء؟ حالي. قد عمري؟ 20. بلشت اعمل ويب سايتس لحالي، بعدين اول ويب سايت عملته لشركه هون كان عمري 14 سنه. هيدا الليبانيزر هو مثل فيسبوك بس للبنانيه، عملته من سنه ونص. اوكي. سوشيال نتورك؟ هو سوشيال نتورك تجمع اللبنانيين كلهم حول العالم. انت بتطلع صواريخ؟ ايه هيك شيء. تحت التلزيق في مثل كويل لفه نحاس، لفيناها حول انبوب بلاستيك. اذا قدرنا هيدا نقدر نكبره لاكثر لاكبر، فينا نطلق فيه صواريخ على الفضاء. كنا نعرف انه عم نخسر كثير غابات بالعالم. اجتنا فكره انه اعمل شيء كمان نقدر نجرب ننقذ هول الغابات، سيستم بوكسز بيمشي على الطاقه الشمسيه. وبحال صار في حريق بربع ساعه دغري بتصور رجال الاطفاء بلبنان فيهم يعرفوا بهالشيء ويروحوا. نحن هلا مسافرين من هون، نحن تاهلنا على هوليوود، هلا بدنا ننافس 125 دوله برا. واو. وتوب 25 الدول اللي بيطلع توب 25 تاهلوا على مهرجان كان السينمائي. اكتشفوا اهلي انه عندي موهبه الموسيقى وحبي للموسيقى وللعزف. نعم. اجيت مثل ما قلت انت بعمر الخمس سنين على المدرسه اللبنانيه للضرير والاصام بعبدا، واكيد صرت كمل شوي شوي ونحترف الشغله وحبيتها كثير للموسيقى. بدي اقول لك بطريق انه شو مين بلشت، انت موجود اليوم معنا على البلاتو عبر الام تي في. اكيد اكيد اللي الشرف عرفت عليك. اللي الشرف كون على الام تي في اكيد ومعك ببرنامجك. وأشد ضغطي فوقعت من الحصان وانكسرت خرزة من رقبتي. الأطباء ما كانوا كتير بوزيتيف، إنه قالوا لأهلي إنه ما في كتير أمل إرجع أمشي. أنت منجزة لأنه مش بس رحت على شيكاغو وتحكمتي، قررت لأ تشوفي مع شيكاغو كيف فيك تفتحي هيدا السنتر بلبنان. جوليا هي مدام عمرها 70 سنة، بتقرر نهار من الأيام بدها تحقق حلمها وتصير ممثلة على عمر 70. صار الإنجاز إذا بدكم بغير ليفل، صار أنه أنا عم بحقق حلم. أكيد thumbs up. Thumbs up. ميرسي على النور اللي أعطيت معي بموسيقتك. أكيد thumbs up. أكيد رح أعمل هيك. رولا منصور، راشد، باتريسيا، زينة، جورج، و رولا كعدي، ستة thumbs up من الآخر لأول مرة. وبدي اقول شغله بالاذن من بنك اوف بيروت، انا كمان رح اعطيه ثامز اب واحد زياده واضافه لبركات شكور. لتاني مره بركي بتسيب البرنامج، انا كمان رح اعطي ثامز اب مني. تفاصيل اكثر عن مراحل التصفيات والنهائيات تبع اخر انجاز مع الهيد اوف ماركتينج والكوربريت كوميونيكيشن ببنك اوف بيروت بول بولوس. مصطفى كيفك؟ تفضل. صراحة وقت رجعت شفتهم ورجعنا تذكرنا فعلا كل الاتشيفرز اللي قطعوا على من الاخر، ما بعرف اذا كانت مبادره ولا كان انجاز اللي قدرتوا تعملوه كمان مع كل هالشباب. ميرسي لك بيير وميرسي للكوهوست كمان. انا الحقيقه اليوم حس حالي كثير فخور من بعد ما شفنا هالريكاب، بس حابب اذكر المشاهدين شو جاي واتس نيكست. شفنا على المدى ال 20 اسبوع اللي مروا اكثر من 20 منجز، وهيك بتضوي بصيص امل بحياتنا خاصة الظروف اللي عم نعيشها بلبنان. بتحس بفخر لأنه هالأشخاص هودي
عندهم الإرادة يحققوا شيء أكبر بكتير من إمكانياتهم. بالتالي اللي عم نعطيهم إياه كتير يمكن قليل بالنسبة اللي لازم نعطيه كلياتنا كمجتمع. الأهم شيء من شان المشاهدين اليوم نقدر نذكر أنه شو جاي ابتداء من اليوم لح يصير فيه، وصلنا على الفاينل ستيج من الموسم الأول، ولح يكون فيه فوتينج. أنا حكيت عنه بأول ما طلعنا مزبوط. وحضرتك موجود على السيلكشن بانل اللي هي لح تقيم كل عمل بالآخر. كيف لح نقيم هالأعمال؟ أول شيء طبعاً في public voting على yaplebanon.com، so كل شخص candidate لح يعمل rallying للناس لتقدر تصوت له للإنجاز اللي عمله. هيدا أول شغلة. المعيار الثاني طبعاً البانل، الجادجز البانل اللي موجودين اللي كمان اللي عملوا thumbs up لكل مشروع، كمان هيدا رح تتاخد بعين الاعتبار. ومثل ما بتعرف حضرتك بيير، في عنا نحن الكوميتي اللي هي مؤلفة من حضرتك ونحن من البنك، وعندنا شركائنا من الجامعات بنحب نشكرهم بهالمناسبة. رح نجتمع كلياتنا بالآخر and we will have a discussion, an honest discussion، ونقرر مين رح يكونوا الثلاثة الفاينالست. الثلاثة الفاينالست رح يكونوا، وهن بيكون عندهم العلامة يعني بتكون مرتكزة على التصويت تبع الأشخاص على ياب لبنان، على التصويت اللي أخذوا حصلوا عليه من الآخر مزبوط. وأكيد الأخصائيين وآرائهم مزبوط 100%. سو على هالثلاث معايير رح نلاقي بالآخر الثلاثة الفاينل ثري اللي هن الأول تاني تالت، ولح يكون في عندهم financial reward. طبعا الأول رح ياخد 15,000 دولار، الثاني رابح رح ياخد 10,000 دولار، وثالث رابح رح ياخد 5,000 دولار. مثل ما ذكرت بأول مرة طلعت معك إنه هي مش بس القصة قصة financial reward، هي recognition منا كلياتنا لنجي نقولها الأشخاص برافو عليكم، انتوا المثل للمستقبل، ونتطلع كلياتنا we look forward للموسم الثاني اللي رح يبلش السنة الجاية ان شاء الله. اكيد انا بدي اقول لكم برافو كثير منيح، يعني لانه هي الفكره الاساسيه، يعني بلشت كفكره وكنا نعتنيين هم نشوف قديش في اتشيفرز بلبنان، بس دغري بنشوف عدد الكبير من الطلبات اللي وصلوا على yaplebanon.com قدرنا نشوف قديش في اشخاص اليوم ما كان مسلط الضوء عليهم، يعني كان عندهم شيء، كانوا عاملين شيء، بلكي اهلهم هنون، بلكي بالمدرسه هنون، بلكي بالجامعه هنون، بس وقفت هون عندهم. اليوم بلكي انبسطوا وطلعوا على الاعلام وصاروا كل الاشخاص حضرون من الآخر عرفون وعرفوا إنجازهم، وكمان قالوا لهم thumbs up لو كانوا قاعدين ببيتهم على الإنجاز اللي عملوه. بس حب أذكر شغلة، لما بتشوفها بترجع تطلع عليها كلياتها، شفنا من بلشنا من الإكستريم آرتست، يعني شفنا اللي عم بدق موسيقى، شفنا الكاتب، شفنا يلي البروديوسر، شفنا الأكاديميين على تاني ميلة، شفنا الانفنترز المخترعين اللي اخترع تبع الصاروخ، الموتور، اسرع موتور تبع الحريق. يعني عن جد نحن بنحس حالنا فخورين بالقصة. تينو كرم من الاخر، بولبولس ما بعرف اذا بعمل لك هيك بيتحول شيء على حسابك ولا انا فكر اليوم انت شوي the godfather of the young achievers، واكيد بيطلعوا لك مشان يعني المشروع تبعهم يتنفذ، ولو ما اعطيتهم هذا البوش والانفستمنت فاينانشال انفستمنت ما كانوا بيقدروا يروحوا لبعيد، ومعقوله to be commercialized whatever they do. So again باتريسيا نمور، كمان ميرسي للفكرة، ميرسي انكم ساعدتوا، وان شاء الله هيدا الحساب بالبنك اللي انفتح يصيروا هن هالقد يوثقوا بحالهم يكفوا مشروعهم ليتعبوا هن مصاري اكثر، وهيك انتم تستفيدوا كمان. وان شاء الله كمان بالنكست ستيب يكون في شيء للاشخاص اللي ما قدروا يوصلوا على الجامعه او ما قدروا يتعلموا، بس كمان هن قادرين يعملوا شيء انفنشن، ونقدر كمان نساعدهم بشي طريقه. ثانك يو. راشد بحصلي، انا ما كتير ركزت يعني على المبلغ لانه يمكن يكون رمزي، يمكن يكفي يمكن ما يكفي، بس اهم شيء انه تضوا عليها ببرنامج تلفزيوني شافوه الملايين. بقى هيدا اللي ما بده يوصل هيك وصلته، حتى لو مش بالماده بالاعلام. بتخيل كمان قديش فعلا، لانه كانوا اوقات كتير، لانه بدنا نكون واعيين، يعني اوقات كتير بعد الحلقه بعد التصوير يطلع واحد او اثنين ثامز داون بيجوا زعلانين، يعني كل فريق العمل بحس حلو وكانوا قلتي انه عطيه ثامز داون، بس كانت الطريقه الوحيده تنقدر فعلا نقيم مين احسن من احسن، والا كنا الكل طلع لهم سته وما كنا عملنا هالنوع من التقييم. يعني كومبيتيشن يعني
رولا منصور. بعدني لهلا انا بتلقى ثانك يو من بعد اللي مرقوا انه ثانك يو قد ما هن مقدرين يمكن قد ما عطشانين لهالتشجيع وكانوا ما حدا اشعون. انا بفتخر انه في هاي الفقره من الاخر لانه انا بس قول بعمل من الاخر بكون عم فكر انا باي بروجرام موجوده. انا بحب اكون موجوده ببروجرام اوكي بنشوف الفنانين بنشوف هذا وفي عنا سكسس ستوريز بس كمان في عنا شباب لازم نسلط الضوء عليهم لانه هن المستقبل وهذا بيعطي اكثر شيء امل للبنانيه لانه بعد عنا مبدعين وفي ناس مثلكم عم بيهتموا فيهم. جورج حرب صحيح مثل ما قالت رولا برنامجنا كان في كثير ناس بتقول انه برافو بيير رباط بيجيب ناس لبنانيه مبلشين جديد بدومين او باخر وبيكتشفهم او بيطلقهم او بيساعدهم. انتم جيتوا عملتوا الشق الاكبر كمان بكبر القلب يعني بس نشوف الروبورتاج في ناس ضحكونا في ناس مهضومين في ناس يعني اثروا فينا كل واحد على هيدا. انا اللي بدي اقول لك اياه انه ما لك الا تفتح صفحه من الاخر. بيير سأل الناس أي فكرة بحبه أكتر شيء وشوف قد جاي أجوبة على آخر إنجاز. فعلا برافو ورودا كادي. أنا فول بدي أقول لك اثنين ميرسي. أول ميرسي أنك عرفنا هالشباب تعرفنا عليهم وعرفنا وتعرفنا على إنجازات وشفنا قديش في عنا إنجازات بلبنان. وتاني ميرسي أنه شركتنا بهيك شيء وخليتنا نحس ريسبونس أنه كلنا ريسبونس بالمسؤولية أنه نقدر نعطي رأينا فيهم عن جد. برافو وغود لك إذا إن شاء الله للموسم الجاي. بولس انا بدوري بدي اعمل لك تو ثامز اب لك ولكل القايمين ببنك اوف بيروت لانه فهموا دغري الفكره من اساسها وكان عندهم كمان ذات الطموح وذات المبادئ على تشجيع الشباب اللبنانيه لانه كان عندهم امل كثير كبير مثل ما كلنا عندنا امل كثير كبير بهالشباب بلبنان والامل بركي وقت نروح على التشجيع نوعا ما ان كان المعنوي او المادي بحمسهم اكثر يطوروا حالهم ويامنوا هن اكثر ببلدهم. مشان هيك اليوم بدي اقول لكم برافو وشكرا كثير لانه ضميتوا صوتكم لصوتنا بخلال هيدي الفقره خلال كل هيدا الموسم. ابتداء من اسبوع الجاي شو رح يصير؟ اوكي رح يبلش من ميلي رح يبلش الاونلاين فوتينج على الياب.لبنان.com سو بندعي كل اللي عم بيشوفونا اليوم عن جد يضموا صوتهم لنا ويشجعوا هالشباب. هيدا اول خطوه. ثاني خطوه رح يطلع كل مشترك على اكثر من محطه راديو بلبنان ويذكر الببليك بالانجاز اللي عمله ويطلب انه هن يصوتوا له لانه مثل ما قال تينو اتس فير بلاي حقيقه. وطبعا ثالث شغله هي انه رح يطلعوا معنا على البروجرام بشكل كثير سريع مثل بشكل موجز يذكروا شو كان الانجاز وليش بدهم الناس يصوتوا لهم لمشروعهم هن بالذات. برافو بول بولوس على كل شيء. بالنهايه انت منجز من الاخر. قد ايه بول ثامز اب؟ 2 3 4 5 6 بول بولوس. بابا بيروت حبت تكرمك رح نفتح لك الابلكيشن. بول بولوس شكرا كثير لوجودك معنا الليله. ثانكس لك.